أهلا بكم. انطلق في قصر المؤتمرات بنواكشوط اجتماع الوزراء المكلفين بالنقل والطيران المدني في الدول الأعضاء في وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر المعروفة اختصارا بأسكنا. الاجتماع الذي يحضره 18 وزيرا من الدول المكونة للمجموعة يأتي في إطار الدورة 57 لمجلس وزراء وكالة الطيران المدني والنقل الجوي. وكالة الطيران المدني والنقل الجوي السكنة هي موضوع حلقتي هذا اليوم من برنامج عين على الحدث. سنسلط الضوء على هذه المنظمة وعلى الاجتماع الذي تم اليوم في نواكشوط، ونستضيف لكم سيد حمود الخديم ممثل السكنة في موريتانيا. أهلا بك معنا. أولا، ما هي أبرز النقاط التي بحثها اجتماع نواكشوط اليوم؟ اجتماع نواكشوط اليوم يأتي في إطار تسلسل اجتماعات الوكالة اللي تخلق سنويا في كل مرة في دولة من الدول الأعضاء، وهي كيف قلتي تشمل 18 دولة عضوة، ومنها موريتانيا كعضو مؤسس. وكان الشرف لموريتانيا أنها خلق فيها أول مجلس إدارة يخلق في القارة الإفريقية عام 63، ومن عند 74 على الإله خلق شيء ثاني، خلقت هي أخرى فوق مجلس إدارة ينقالها مجلس الوزاري. وقط خلقه موريتانيا 95، وخلق فيها 205، وخالق دورها يخلق فيها الآن 205. أولا، أبرز النقاط التي تم بحثها في اجتماع نواكشوط اليوم؟ عادة النقاط اللي أبرزها اللي تم بحث هي تسيير الشركة وحساباتها السنوية وبرنامج تنفيذ برامج استثماراتها وأمورها اللي متعلقة بتقدمها وتسييرها بصفة عامة. هذه هي النقاط الأساسية اللي تم بحثها، وهي تنبحث كل سنة ويتم اللي مثلا يخرصوش كيف تنفيذ القرارات الدورة الماضية والطريقة اللي تنفذ بها قرارات الدورة اللي خلقتها القادمة إن شاء الله. إذن السكنة تجمع يضم 18 دولة. أريد منك باختصار شرح أهم اختصاصات هذه المنظمة للمشاهد. هذه المنظمة تؤدي في خدمة عمومية كيف الصحة وكيف الخدمات العمومية، لكن هذه الخدمة العمومية كلفت بها موريتانيا هذه المنظمة على أساس توقيع اتفاقية دولية، وعلى أساس أنها تكلف هذه المنظمة بأمن الملاحة الجوية في موريتانيا كسائر الدول الأعضاء. وتتمثل هذه المهمة في ثلاثة عناصر أساسية: واحدة المراقبة، وواحدة الإعلام، وواحدة الاستنفار. المراقبة شنو هي؟ المراقبة معناها على أنها إحنا مسؤولين عن مراقبة حركة الطيران على جميع تراب موريتانيا، وعلنا نعد. والإعلام معناها شنو؟ معناها علنا ننشر ونبلغ جميع مستخدمين الطيران المدني في أنحاء العالم كل شطرة جديد في موريتانيا. والاستنفار معناها شنو؟ معناها علنا مسؤولين عن إعلان حالة الطوارئ في أي طائرة خلقت في الأجواء اللي نسيروا، وفهم استعداد دائما للتعامل مع أي حادثة طارئة. فهم استعداد دائما فيه عندنا احنا مصالح مرتبطه بهذا، وهي هي اللي تعلم، وعندنا مولي مصالح موريتانيه هي اللي نتعاملوا معها على ذاك الاساس، وهي اساسا الوكاله المدنيه للطيران المدني. اذا تفضل. اذا استاذ، هل تعتبرون منظمه السكنة تجمع اقليمي ناجح انطلاقا من المعطيات الحاليه لهذه المنظمه؟ صح، السكنة هي تجمع اقليمي ناجح. ناجح لماذا؟ بها اللي عنها هي اللي تمويلها كامل، هي اللي تمول مشاريعها، ما عندها اي دعم مالي من الدول الاعضاء، وهذا قليل في المنطقة. من ناحية ثانية ينقال الخبراء كاملين والمراقبون شاهدين على أن خارجين شركتين، هي شركة استثمار نهر السنغال من المنظمات الجهوية، وشركة أسكنا، على أنهم مثلا شركات ناجحات، وهذا قد يعود نظرا لتسييرهم ونظرا لمهمتهم الفنية ونظرا لعدة قلة تدخلات الهيئات الخارجية فيها.
إذن يواجه أمن الملاحة الجوية في المنطقة تحديات جماء نظرا لضعف البنى التحتية، ماذا أنتم فاعلون بشأن هذه الوضعية؟ في الحقيقة فيه تحديات كثيرة، ومن هذه اللي قلتي ومنها هذه التحديات هذا اللي تواجه الناس كاملة، كيف هذه الحركات الإرهابية واللي تهدد كل شيء، والتطور التقني اللي عاد واللي ما تم مسيطر عليه، كل عادة وسائل عسكرية محمولة فرديا تسقط الطائرات اللي ماشية في ارتفاع عدة كيلومترات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذا الجانب اللي قلت اللي هو المهم، وهو مثلا المراقبة والتفتيش وفي المطارات، وهذا بالنسبة لموريتانيا فيه استعداد تام، بين اللي احنا منظمة الطيران الدولي العالمي تحتسب علينا موريتانيا في دائرة نظريك فراس لائحة دول أسكنا، احنا فراس لائحتهم من أجل من 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 في أمن سلامة الملاحة الجوية. لأننا عندنا مثلا احنا بنشبه الدول، احنا لا روسهم. اذا لو نتحدث قليلا عن أمن الملاحة الجوية الإفريقية بشكل عام، حسب معلوماتكم انتم شنو هذيك المشاكل اللي تواجه؟ المشاكل اللي تواجه هي السلامة في المطارات، السلامة في التراب، وهي السلامة في مراقبة الأجواء، بهم اللي حكما في إفريقيا في أكثرية دولها الرقابة تعدل عن طريق المكالمات اللاسلكية بين أبراج المراقبة والطواقم الملاحة الجوية على متن الطائرة، وهذا الشكل من المراقبة الجوية ياسر من العالم تخطاه. عادة المكالمات عن طريق الأقمار الصناعية، وحكم المراقب الجوي ما يتكلم مع الطائرة، يرسل له رسائل على شكل SMS عن طريق حاسوب آلي، وتوصل للطائرة والطائرة تجاوبه، هم اللي بحسب بطريقة مثل ما في كلام. وهذه الطريقة تم اعتمادها في موريتانيا، الطريقة تم تخطيط الاعتماد. هذه الطريقة في موريتانيا من كيف نبدأ استعمالها، هذه المحطة الرادار اللي دشنا نهارنا هذا هون في المكشوط، هي اللي عن طريقها عن قريب لهنا بدوا هذا الشكل من المراقبة الجوية في أكثرية التراب الوطني، وعندنا مخطط تنموي لتعميمها على التراب الوطني إن شاء الله عن قريب. طبعا في المنطقة حركة الطيران الأجنبية كثيفة بالمقارنة مع الطيران الإفريقي، هل لديكم استراتيجية لتطوير شركات الطيران الإفريقية والطيران المحلية؟ في الحقيقة تطوير شركات الطيران شركات النقل ما هم داخلين في مهمة تنقل راجعين عنهم ولا يتطوروا ويكذبوا، من اللي احنا هم اللي احنا مثلا وسائلنا المادية جاية منهم. احنا عندنا مثلا بشكل عام يعني عموما بشكل عام في تحديات كثيرة، اللي كيف تعودوا شاهدتوا مؤخرا قاع قريب منا احنا في موريتانيا والسنغال، نعدلوا شركة وتخسر ونبدلوا اسمها وتخسر، وفي الحقيقة هي لا نفس الشركة، المبنى يتم هو نفس المبنى، الأشخاص اللي كانوا عاملين فيها يتم هم الأشخاص، الطائرات اللي كانت مستخدمة تتم هي الطائرات، يبدل الاسم حكما. وكيف كنتم ترون المشكلة انها في هيكلة هذه المؤسسات؟ المشكلة في هيكلة هذه المؤسسات وفي تسييرها وفي حركة المسافرين. حركة المسافرين ما هي أسرع حتى فينا، وياسر من الناس يجوا لينا، نتكلم بصفة عامة في أكثرية مطارات إفريقيا. يجولون لعدة أسباب، يجولون لأسباب أمنية، عندنا عدة دول ما تلات آمنة، عادة الناس ما تلات تبقي تجيها، وبما أن الطيران مرتبط كيف تحد وعد دولة من تعود الدولة المجاورة ما هي آمنة يقدر لا يجوا لهم سنتين. ومن ناحية ثانية البنية التحتية تقعد ما هي موالية، مثل ما هي ملائمة لغرف الملاحة الجوية، وذيك المناسبة هذا هو اللي عدل نقص في حركة الطيران حركة الطيران الإفريقي. بالعكس في العالم الآخر تشوفي الناس هو قال لك عن مثل عندنا احنا هون بسيط، احنا اذا هم نبنوا مطار احنا ورك حركة المسافرين عندنا مطار ل 300 مسافر سنويا، ونحن متباركين نبنو مطار لمليونين مسافر. هذا من تخرصيه يقولوا حد لا، هم عندهم ركاتي عندهم 300 مسافر وهم يبنوا مطار لمليونين.
هذا من صعيب استيعاب هذا الشكل من الافكار يقال به الغرض يعدل وتخالقين بنى تحتيه فنادق وخلق سياحه وخلق امن مراعاه السياحه واستثمار مثلا ذيك مليونين دورجي سنويا كان حاكم عند هنا الا هذا لا المطار ما تقدر تستوعبه البنى التحتيه ما هي خالقه والنشاط الاقتصادي والمالي والسياحي قليل العدد الناس اللي جولين منين الصنعود هذا موجود عندنا الناس اللي يجي هنا كان ذيك المناسبه مطارنا اللي اصبح مطار عوام السلام اللي تحدثت عنها قبيل هي قضية مهمة والمطارات الإفريقية متهمة بأنها لا توليها أي اهتمام ما هو رأيكم؟ في الحقيقة عوام السلام احنا ما هي من اختصاصنا يقال انعكاساتها مباشرة على نشاطنا وعملنا من اللي من عود مطار ما فيه عوام السلامة جاهزة كاملة ما تلاحظ لا يقبل ينزل فيه ومن يعود حد ما تلقى قبل ينزل فيه لكن عكس على نشاطنا حد وحنا دورنا الأساسي هو مراقبة الطيران ما زال في شغل الطيران نقضوها من إقلاعها مراعاتها نوع من طبعا من عوام السلام مراعاتها هي على شكلين شفتي خالق السلامة أمن الملاحة الجوية وخالق السلامة سلامة الملاحة الجوية سلامة الملاحة متعلقة بالقنابل اللي تندار في الطيائر ومتعلقة بالمدارج اللي عادت اللي ما هي معدلة إعدال صافي ومعدلة أمن المطار اللي عاد تحويته ما هي آمنة ومراقبته من طرف الشرطة ومن طرف الدرك هذه هي اللي ينقال لها السلامة بالعكس الأمن يعني الأجهزة اللي تستخدم لقيادة الطائرات وسائل الجسدية إذا هل لديكم مثلا تشجيع للطيران الإفريقي مثلا كتخفيض الرسوم التي يدفعها للمطارات؟ في الحقيقة المطارات الإفريقية دامنا خف الناس رسوم نخف رسوم في المطارات الإفريقية باش تشجع الناس تمن جهة وبالنسبة للمناطق اللي فيها سكنها ينقال عن فيهم فارق بين عدة مطارات تجبري مطار جاهز وآمن فيه عوامل السلامة كاملة وعوامل الأمن وهو نفس 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 الرسوم تندفع ذيك الدولة تندفع في المطار ثاني مولي خالي من هذه العوامل هذا قد يعود فيه قدر من التوازن ما هو زين حتى هو اللي السكنات تشجع عليه تدعم الدول كامل الأعضاء بما أنها خارج عن مهمتها الأساسية غير تدعمهم لتشجيع الحصول على وسائل السلامة كاملة في مطاراتها اللي تسير بها لهذا ينعكس على وسائلها هي المادية مباشرة في السابق كانت هناك شركة خطوط إفريقية التجربة فلست برأيكم خلال طبعا السنوات الماضية هل فعلا كانت تجربة فاشلة أو الفكرة مبدئيا أم أن المشكلة كانت في جانب تسيير هذه المؤسسة الفكرة كانت زينة اللي هي ما خالقة حكما قارة ما عندها خطوط تنتمي لها وتسمى عليها وخاصة الخطوط الإفريقية هاي اللي نقالها إرافريك اللي مثلا احنا نحتسبوها ملكنا كاملين وخسرت يا واجعة والعامل الأساسي فيها التسيير بها اللي خالقين رحلات تعدل ما عندها مرجعية رحلات ما نعرف تقولهم بالعربية يقولون هم دولين دي برستيج كيف تتعود نواكشوط أبيجان ما يلحق تقريبا 30 إلى 40 مسافر من طائرة 1200 إلى 300 مسافر وهي إن قال إحنا عاصمتنا لابد أن تمجيها الطائرة يقولوا لك إحنا عاصمتنا إحنا من لابد أن تمجيها وخلق تنافس مثلا ما هو إيجابي بين الدول وتلاوي تناتروه وخسرت مع عوامل أخرى اللي معروفة عند الجميع هل هناك تفكير في إعادة الخطوط الجوية الإفريقية بطريقة مختلفة مثلا؟ ما نعرف يا خير مثلا ماني مطلع على هذه الأمور بصفة عامة في الحقيقة عقب فشل تجربة الخطوط الإفريقية رجعنا على الشركات الوطنية وكل دولة دعم الشركات الوطنية وعقبة الشركات الوطنية هم اللي ما قادت تقاوم وتنافس الشرائك الكبيرة العالمية وعادت هي هم اللي تفلس وإحنا بعد موريتانيا نشبههم من اللي من عقب
تأسيس شركتنا الحالية الحمد لله عندها الطائرات وتقوم بمهامها بصفة نظامية ومحترمة الوقت ومحترمة مولي التسعيرة ما هي واعرة، وعندنا مولي نوصل لعدة مطارات ولا من شبه المنطقة، بالعكس دول الجوار لحدانا كامل شركاتها الوطنية فشلت تماما وقالبها تصلحها. إذن عندنا مشروع لسنوات مبارك معها وقد لا يصلح إن شاء الله على مستوى المغرب العربي، شركة خطوط جوية للنقل الجوي المغاربية وراجين هلا تصلح وتعود مولي بداية لشركة قارية اللي فيها عدة تجمعات أخرى إقليمية مولي كلها عدة شركة إقليمية تتعاون عليها. إذن ما مستوى حركة المسافرين سنويا وهل لديكم أرقام بهذا الخصوص؟ هي تقريبا عالميا تمشي تنزاد عياتي 6% عالميا، واحنا بعد على مستوى افريقيا عندي عنها اخر ارقام فيها 3% سنويا نزاد بها حركه الطيران حركه المسافرين في القاره الافريقيه. برايك طبعا حسب المعطيات التي ذكرتها، هل تشكل افريقيا مثلا سوقا مهما للطيران الدولي؟ افريقيا سوق كبير ما هو الطيران واحد وعدة مجالات أخرى صناعية ومبارك معها تستغل من جميع المولين، لكن الاستثمار لابد من شروط لابد متوفرة وأولها الأمن والعدالة تكون موجودة، وهذه العوامل هم اللي مثلا حاكمين ياسر من المولين على يستثمروا في إفريقيا مع أنهم في دولهم يواجهوا مشاكل صعبة خاصة في دفع الرسوم والضرائب اللي عاد صعيبة عليهم، وحنا هون عندنا أسواق مفتوحة ومن تعود اللي آمنة وعندها عدالة صاينة حقوق المستثمرين أنا ما سعنا هلا دور تكاثروا فيها. برأيك ما هي العقبات التي تقف في وجه مثلا يعني تطور أمن الملاحة الجوية الإفريقية؟ الحكومة كترخيص هذيك المشاكل كانت عندها اللي قلت لك حكمة عندها توفر الأمن وتخفيض الرسوم الأمن اللي قصدكم انتم به هنا الأمن مثلا الأمن قلت الاستقرار ما هو أمن الملاحة ولا هو أمن الطيران، قلت الاستقرار في المجتمعات الدول اللي فيها حروب وفيها ثورات وفيها عدالة ما هي ضامن المستثمرين مثلا استرجاع حقوقهم، هذه هي العوامل اللي ما ينخلي تنمية النقل الجوي في العراقية خالقين عوامل أخرى فنية وتقعد ما هي الأساسية غير مولي تلعب دورها كيف البنية التحتية المطارات تعود مثلا مجهزة بالتجهيزات العصرية الحديثة اللي متماشية مع وسائل المستخدمة في البلدان الأخرى. إذا نعود لاجتماع نواكشوط، ما هي أبرز التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع برأيك؟ في الحقيقة اجتماع نواكشوط ما زال متواصل إلى حد الساعة وأبرز التوصيات على كل حال التوصيات في مجال طلاقا من ما تم نقاشه التوصيات الأساسية دور تعود متعلقة بالاستثمارات ودور تعود متعلقة حسابات الشركة يصادق عليها ودور تعود متعلقة بأمور تعني العمال العاملين في الشركة عندهم مطالب كانوا مالية زيادة الرواتب وفيها مشروع قد يعود له يوخذ قد يعود ما له يوخذ هي زيادة الرسوم للطيران فيها دول ما بي عنها وفيها دول مشجعتها ولكن نعرف ما كان اللي يتوخذ ولا ما اللي يتوخذ إن شاء الله الليلة دور يخلي قرارات الدول اللي مثلا رافضة تقدروا تذكروا ولا مثلا ما تقدر تذكر في الوقت الراهن ما تقدر الوزارة ما زالوا في اجتماع مغلق ولا تقدر تذكر لا. إذا هل سيتم تطبيق القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع برأيك أم أنها ستبقى مجرد حبر على ورق كما يقول البعض؟ لا 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 القرارات في مؤسستنا احنا ما تقدر تاخذ حبر على ورقه هي اللي عندها مثل ما في ضمانات مثلا عندها ميكانيزم متابعه وكل اجتماع هذه القرارات اللي تاخذ والتوصيات اللي تاخذ لك في نفس الايام السنه المقبله ان شاء الله ودوله من دول الاعضاء اللي يخلق نفس الاجتماع والقرارات اللي تاخذ واحد واحد والمدير العام ورئيس مجلس الاداره مسؤولين عن بيان مثلا يعدلوا حال التطبيق تقرير عن الادارات لماذا القرار والله التوصيه ما طبقت لابد من يستشف ويشيل المبرر والقرار لو طبق مولي معناته عن يطبق هذا في كل اجتماع.
إذا أخيرا سيد المدير، كيف ترى مستقبل الطيران المدني الإفريقي ومستقبل منظمة السكنة انطلاقا من واقعها الحالي؟ أنا متفائل جدا في مستقبل هذه المؤسسة ما دامت ماشية على هذا السير اللي هي ماشية عليه، وهو تسيير منضبط وتسيير شفاف ومواكبة التكنولوجيا تقدمها وقلة التدخل في شؤونها من طرف الدول الأعضاء بصفة غير نظامية. ما دامت على هذا الأساس دور تملي ناجحة. ما يخص مستقبل الطيران المدني، كيف قلت لك دولة كاملة فيها الاستقرار وفيها العدالة الاجتماعية وفيها البنية التحتية اللي متلائمة مع المطارات العالمية، دورة الطيران هي دورة ما عنده مشكلة وتملي نعمل، ودول فيها قلة الاستقرار ما عندها مستقبل من قد الطيران. برأيك ما هي الإضافة التي سيضيف هذا المطار الجديد للطيران المدني الموريتاني؟ إضافة كبيرة بكلية الحقيقة، أنه لا يتخلص. إحنا هون ما عندنا مطار، إحنا هون يعني ترضوا للقاءات عالمية ما تقدر تعدل فينا، تطبق عليها السلطات ويختيرها تعدل يقير فنيا ما نقدر نقومه من اللي بعد. قاع أول شيء ما عندنا بالمنين نزلوا طيائر طيوف مع الدرجات من اللي عندنا مطار صغير وانه يشوف طائرات مهم ياسرت حتى يمتلئ وتعود قاع الخطوط اللي تجي يوميا لا تترب اللي من تنزل. هذا مشكلة مانعة. معناها عن هذا المطار الجديد اللي يفتح ياسر من الأفاق، نعود نقدر نستقبلوا ملتقيات عالمية إلى مستوى عالي في ياسر الضيوف والقمم السياسية، ونعود هم اللي نواكبوه بمستلزمات سياحية وتعود تجينا الناس من كل بلاد إن شاء الله. إذن شكرا لك حمود الخديم ممثل وكالة أسكنة في موريتانيا، كنت ضيف برنامج قراءة في الحدث. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل محمد سامري، محمد الراضي ومالك سئيل. اللقاء، شكرا.